وإلى أبرز ما جاء في الصحافة العربية والدولية. عن تصاعد الأزمة بين إيران وإسرائيل، كتبت صحيفة لوفيجارو بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اللي شارك لأول مرة في مؤتمر ميونخ، شن هجوم مفاجئ وعنيف على طهران، وقال إن إيران تمثل أكبر تهديد للعالم. الصحيفة بترى أن نتنياهو أصبح أكثر جرأة في هجومه على إيران، وده منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم، وإن ده اللي خلاه أكثر شجاعة في الهجوم على إيران. أما صحيفة The Times of Israel الإسرائيلية فبتقول إن إيران لن تتمتع بأية حصانة في حالة إصرارها على مهاجمة إسرائيل. الصحيفة بتقول كمان بأنه بعد تصريحات نتنياهو في مؤتمر ميونخ، صرح مسؤول دبلوماسي إسرائيلي بأن إسرائيل لن يكون لديها أي مشكلة في شن هجوم على أهداف إيرانية لو قررت إسرائيل ده، ولم يقدم المسؤول أي تفاصيل إذا كانت الأهداف الإيرانية التي يتحدث عنها داخل إيران أو خارجها. هل هي حرب إسرائيلية إيرانية؟ الأيام هتكشف هذا الموضوع. صحيفة الاندبندنت البريطانية كشفت على أن الهند بتخطط لبناء قاعدة عسكرية في جزر سيشيل، بالرغم من التنافس بينها وبين الصين لبسط النفوذ في منطقة المحيط الهندي. وأشرت الصحيفة كمان إلى تمتع جزر سيشيل بأهمية استراتيجية كبرى لدى الهند، لما تتمتع به سلسلة الجزر من موقع متميز بالقرب من ممرات شحن عالمية رئيسة. الصحيفة أبرزت وصف مسؤولين عسكريين لاتفاقية سيشيل بأنها خطوة كبيرة نحو توسيع نطاق البحرية الهندية. صحيفة ليبريسيون سلطت الضوء على وزير الداخلية الفرنسي اللي بيقدم الأربعاء مشروع قانون حول الهجرة. فصورة الوزير احتلت الصفحة الأولى من الصحيفة وكتبت بعنوان جيرارد كلومب الرجل المتشدد. وتوقفت الصحيفة عند شخصية وزير الداخلية الفرنسي المتشدد، وقال إن لا يتم اللي هو بيتهم بتحفظات الأغلبية النيابية الحاكمة حول مشروع القانون الجديد حول الهجرة واللجوء في فرنسا اللي بيسيعرضه هذا الوزير أمام مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم.